من جديد أعزائي المشاهدين إلى ساعة حرة، أنتقل إلى واشنطن مع الدكتور حسين إبش. دكتور إبش، طبعا اطلعت على نتائج ما صدر عن نتائج اللقاء في نيويورك، وكذلك استمعت إلى جبريل الرجوب والسفير أفي بريمر. هل يمكن أن نفهم منك أو تعطينا تعليقا على نتيجة هذه المواقف ونتيجة عن ما أعلن عن اللقاء؟ أعتقد أن الشيء الأهم أن نفهمه هو أنه لم يكن هناك اجتماع واحد وإنما ثلاثة. أولاً كان هناك اجتماع ثنائي بين الرئيس أوباما ورئيس الوزراء نتنياهو، ثم اجتماع ثنائي بين الرئيسين أوباما وعباس، ثم الاجتماع الثلاثي، ومن الواضح أنه كان أقصر الاجتماعات الثلاثة. وأعتقد أنه حالياً أن زخم المادة كانت بين الإسرائيليين والأمريكيين، كانت هناك مفاوضات ثنائية في معظمها. وحول موضوع المستوطنات، السفير قال أن تجميد المستوطنات هو مسألة بسيطة أو قضية نفسية، وهناك مقدار من الحقيقة في هذا، ولكن عليه أن يفهم، والكل يجب أن يفهم، أن القضايا النفسية وأنها هي القضايا الحقيقية. ومن السهل بالنسبة للفلسطينيين أن يعتقدوا أن قضايا الأمن الإسرائيلي هي قضايا غير حساسة. على الجميع أن يفهم النفسية الإسرائيلية والسياسات المحلية ومواقف الإسرائيليين، وأن يفهم أن الهواجس الإسرائيلية هي حقيقية. يجب أن يكون هناك فهم أيضا لتأثير الاستيطان على العرب وعلى الفلسطينيين، وإلى أن يكون هناك فهم أو تفاهم حول موضوع الحدود، فإن القضية هي قضية تجلب عدم الاستقرار. يجب ألا نقع في فخ ما يسمى بمنطقة E1 مثلا. موضوع الاستيطان يمكن أن يحل من خلال تفاهمات رسمية وغير رسمية بين أمريكا وإسرائيل. أود أن أقول شيئا آخر، وهو أنني أعتقد أنه مهم بالنسبة للرئيس عباس أن يأتي لهذا الاجتماع، لأنني أعتقد أنه حاليا، وكون المفاوضات هي ثنائية بين إسرائيل وأمريكا في معظمها خاصة حول المحتوى، لو الرئيس عباس لم يأتي، وأعتقد أنه كان سيضعف موقف الرئيس أوباما في تعامله مع نتنياهو، وهذا ليس من مصلحة الفلسطينيين. إذن كان حكيما بالنسبة لعباس أن يأتي للاجتماع، وأعتقد أنه في ظل الظروف أعتقد أن كل البدائل هي أقل نفعا، وبالتالي كان حضوره بناء، وبغض النظر عن التقدم التدريجي الذي أحرز والتقدم المحبط الذي أحرز. دكتور حسين، لو تم التنازل عن فكرة تجميد المستوطنات منذ 6 أشهر أو 4 أشهر، ألم نكن نحن اليوم في موقع أفضل؟ بما معنى أننا عرفنا أين يمكن أن تصل المفاوضات، وإذا كان لهذه المفاوضات من نتيجة، واختصرنا أو وفرنا على أنفسنا 6 أشهر أو 4 أشهر على الأقل من الانتظار والمراوحة. حسناً، هذه فكرة شيقة، لم أسمع أحداً يعبر عنها بهذا الشكل. من الأفضل أن نأخذ أسوأ صفقة من إسرائيل، وهل أفضل لأمريكا والفلسطينيين الاستمرار في المفاوضات والإصرار على شروط أفضل من الحكومة الإسرائيلية؟ أعتقد أن الشروط مهمة جداً. سمعنا تعليقات السيد الرجوب، وأعتقد أنه يتحدث بلسان الكثير من الناس بالنسبة لحساسية الموضوع وأهميته لمنظمة التحرير وللشعب الفلسطيني، وأعتقد أن هذا مهم جدا بالنسبة للرئيس أوباما أن يجعل الإسرائيليين يتحركون إلى أقصى درجة. من المحتمل أن الإسرائيليين لن يوافقوا على 100% من تجميد المستوطنات، وهذا ما كان يطالب به أوباما من البداية. أعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تحصل على صفقة أفضل من إسرائيل، أفضل من التي عرضت حتى الآن، وهذا يتطلب إعطاء السيد نتنياهو تغطية سياسية وحوافز
وأعتقد أنه عند اللحظة التي يشعر فيها أوباما وكلينتون وميتشل أن بإمكانهم الاستمرار في المفاوضات والوصول إلى مفاوضات الحل النهائي، أعتقد أن من المصلحة الوطنية الفلسطينية الاستمرار في القول أن تجميد الاستيطان هي مسألة ضرورية 100% وأنها شيء لن يتنازل عنه، ولكن العودة إلى الطاولة ومطالبة إغلاق هذه الثغرات. الفلسطينيون لا ينبغي أن يقبلوا الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي، يمكن أن يصروا على أشياء. قبل أن أنتقل إلى جبريل الرجوب، هل لديك معطيات إذا كان الرئيس أوباما سوف يعلن يوم غد في خطابه أمام الجمعية العامة مبادرته أو رؤيته لعملية السلام أو التسوية، لا سيما بعد النتائج التي وصلتنا عن هذا اللقاء باختصار إذا أمكن؟ سوف أدهش، أنا لم أسمع أي شيء حول هذا، وفهمي هو خاصة بعد الإيجاز الذي قدمه ميتشل، الإيجاز الصحفي بعد اجتماع الرئيس أوباما مع الزعماء، انطباعي هو بعد هذا انطباعي هو أنه لا يزال هناك عمل يجب القيام به ثنائيا بين إسرائيل وأمريكا. الرئيس قال أنه يريد من الفلسطينيين أن يوقفوا التحريض ويريد من الدول العربية أن تفعل أشياء معينة، ولكن يعرف أن هذا يجب أن يأتي بعد اتفاق حول المستوطنات. الآن العمل الجوهري هو المفاوضات الثنائية بين إسرائيل وأمريكا حول تجميد الاستيطان، حتى لو كان دبلوماسيا ونفسيا كما قال السفير، هذا مهم جدا مثل هواجس إسرائيل الأمنية. وبالتالي لا يبدو بالنسبة لي أن الإدارة جاهزة لعمل أي شيء، وليس من المنطقي الإعلان عن سلسلة من الاجتماعات يعقبها تقرير من وزيرة الخارجية في منتصف أكتوبر ثم نأتي غدا ونقول لدينا هذه الخطط. هناك تناقض كبير هنا، وبالتالي أنا أشك. دكتور حسين إبش ابقى معي، أنتقل إلى رام الله مع جبريل الرجوب. أستاذ رجوب، هل نتائج اللقاء سوف تؤثر على شعبية الرئيس عباس بعد العودة إلى الضفة الغربية؟ يعني النتائج التي تمخضت اليوم مدى تأثيرها على شعبية الرئيس عباس برأيك؟ يعني أولا إحنا فيش عندنا باروميتر نقيس شعبية الأخ أبو مازن كل يوم، إحنا بالمحصلة النهائية كمؤسسة، أنا بقول لك في حركة فتح أو في المنظمة، لدينا رؤية استراتيجية، وهذه الرؤية في عليها إجماع وطني فلسطيني أنه حل الدولتين هو الحل المقبول عند كل الفلسطينيين. الحركة السياسية اللي بيقوم فيها الأخ أبو مازن بالتأكيد تحظى بإجماع وتأييد كل الشعب الفلسطيني من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. وإذا إحنا بدنا نصير نقيس قضيتنا ومصيرنا إنه والله فلان مع وفلان ضد، أنا بعتقد مش بهذا الشكل إحنا بنتصرف. نحن أصحاب قضية عادلة، ونحن نعمل على تفعيل قضيتنا وإثارتها في كل المنابر. وأعتقد بأنه اللقاء مع أوباما اللي هو سبق وأعلن، معلش، سبق وأعلن موقف صريح وقاطع من جانب الإدارة الأمريكية حول فكرة الدولة، وأيضا حول مشروع الاستيطان السرطاني في الأراضي الفلسطينية. أريد أعتقد هذا جزء من حركة سياسية. أريد الاستيضاح يعني منك جبريل رجوب نقطتين باختصار قبل الاستراحة. تحدث السفير أفي بريبر عن اتفاقات وراء الستار، ما المعلومات التي لديك عن مثل هذه الاتفاقات إذا كانت موجودة أم لا؟ يعني أولا لا يوجد هناك اتفاقات، والسفير يدرك بأنه فيش هناك اتفاقات من وراء الكواليس. في هناك سيكند تراكس، في NGOs، في ما حصل في وثيقة جنيف، وفي كثير من اللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية اللي طرحت على الملأ والكل بيعرفها، يعني مش سر. احنا اخذنا قرار بعد كامب ديفيد بفكرة ان يكون هناك سوابينج بالنسبة الى
طبعا نسبة مئوية محدودة للأراضي، وهي المسألة كمان مش سر يعني، أعتقد الكل بيعرفها وكل مواطن فلسطيني وإسرائيلي يدرك أن هناك موافقة مبدئية ولكن ضمن الحد الأدنى، وعلى أساس أنه تكون يعني بالمثل مسألة السوابينج. قبل الفاصل غير ذلك بس سؤال، أنا بقول لك في هناك مبادرات مشتركة. سؤال أخير قبل الفاصل معي أقل من دقيقة، هل هناك مواقف جديدة صدرت عن حركة حماس بعد انتهاء اللقاء؟ والله يا أخي بتقدر تسأل جماعة حماس، بس بالتأكيد حماس إذا ما بدهم يحكوا ضد اللقاء هذا ببطل يصيروا حماس، وهذا موضوع عادي، وإحنا يعني شعب ديمقراطي، ومش بالضرورة أنه جماعة حماس، ولا أتوقع منهم أن يؤيدوا لقاء الأخ أبو مازن. ولكن بالمقابل إسماعيل هنيه ودى رسالة للأمين العام للأمم المتحدة، قال له بأنه حماس راح تعمل على إنجاح وتشجيع فكرة أن يكون هناك دولة فلسطينية في حدود 67، وهذا برأيي جبريل شيء يعني إيجابي، وهو معي تقدم في الموقف الحمساوي تجاه الحل. ابقى معنا، نتوقف أعزائي المشاهدين في استراحة قصيرة، نعود بعدها لمتابعة هذا الملف والتأثيرات على مستوى السلطة، ردود حماس، وعلى آلية عملية السلام. أهلا بكم في ساعة حرة، أنتقل مجددا إلى تل أبيب مع السفير أفي بريمر. سعادة السفير، هل برأيك أن الإصرار الذي تبين بعد نتائج اللقاء اليوم على استمرار الاستيطان وعدم وقفه قد تؤثر على العلاقات مع واشنطن، بمعنى
أن ما صدر عن الرئيس الأمريكي عن المبعوث ميتشل هو الطلب واستمرار الطلب بوقف الاستيطان. ألا تخشى من توتر في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية؟ من الواضح لا، لأنه لو كان هذا صحيحا وحدث هذا الشيء لحدث هذا الشيء. بالطبع هناك اختلاف في وجهات النظر وفي المقاربات، ولكن أعتقد أن الأمريكيين فهموا أن نتنياهو لديه هامش صغير في هذا الموضوع. وقد قلت في السابق أن موضوع الاستيطان والتجميد هو مشكلة نفسية، لأنه مشكلة نفسية بالنسبة للفلسطينيين وأيضا بالنسبة للإسرائيليين، على الأقل بالنسبة للجناح اليميني أو ائتلاف نتنياهو. لو نتنياهو أراد أن يبقى في السلطة وهذا هو هدفه الرئيسي، فعليه أن يجد طرقا لتهدئة المحيطين به في الائتلاف الحكومي، والتجميد الكامل للاستيطان لن يسمح بهذا. أعتقد أن الأمريكيين يدركون هذا. إنما سعادة السفير عفوا على المقاطعة سعادة السفير، هذا الموقف ألا تعتقد أنه سوف يؤثر على الرئيس الفلسطيني، على مصداقية الرئيس الفلسطيني، على قوة الرئيس الفلسطيني، مقابل أن مثل هذه المواقف تخدم ولو بصورة غير مباشرة حركة حماس ومواقف حركة حماس؟ الصعوبات الرئيس الفلسطيني أبو مازن محمود عباس معروفة، وهي ليست بجديدة. مشاكله مع حماس غير مرتبطة بقضية الاستيطان، وهي أكثر وأكبر بكثير من هذا. ولكن دعنا لا ننسى، الرئيس محمود عباس حقق بعض الإنجازات في أرضه في الضفة الغربية. لقد نجح في تحسين الظروف الحياتية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وهذا يعزى الفضل فيه إليه. بالطبع هناك صعوبات، رئيسا الحكومة محمود عباس ونتنياهو لديهما مشاكل داخلية. لهذا السبب علينا أن نجد نوع من الحلول التوافقية، ولكن يجب الالتزام بالهدف. وأنا هنا أتحدث عن الأمريكيين، هذا هو الموضوع الرئيسي. الموضوع الرئيسي هو رسم حدود تؤدي إلى إخلاء الضفة الغربية وإخلاء المستوطنات خارج الكتل الاستيطانية الثلاثة، مع تبادل للأراضي، ثم التعامل مع القضايا الصعبة مثل القدس واللاجئين. إذا لم نلتزم بالقضية الأساسية فسوف نغرق في وحل القضايا الثانوية، وهي تجميد الاستيطان، وهذا تقريبا ما حدث مع ميتشل في الأسابيع القليلة الماضية. طيب أنتقل إلى واشنطن مع الدكتور حسين إبش. دكتور حسين إبش، ألا تعتقد أن النتائج التي تمخض عنها اللقاء قد تضعف الرئيس عباس في هذا الوقت بالذات، لسيما أنه يتعرض لأكثر من ضغوط داخلية وضغوط عربية إقليمية من جهة أخرى؟ لا، ليس إلى حد كبير. هناك تكلفة سياسية للحضور إلى هذا الاجتماع بدون تجميد للاستيطان، ولكن هذا شيء مفهوم بالنسبة للكثير من الناس. لماذا الرئيس عباس جاء للاجتماع؟ هذه لم تكن مفاوضات، ولم تكن هناك ترتيبات أمريكية إسرائيلية بشأن الاستيطان، ولا دعوة للفلسطينيين أن يوافقوا عليها أو لا. وهذا في الواقع لا ينتهك أي موقف اتخذه الرئيس عباس. عليك أن تتصور البديل، وهو رفض قبول الدعوة، دعوة الرئيس أوباما. وفي هذه الحالة وكما قلت في السابق، هذا سيضعف موقف الرئيس أوباما في تعامله مع السيد نتنياهو. أعتقد أن السفير على حق، وهو أن الإدارة الأمريكية فهمت أنه ونتيجة لظروف الائتلاف الحكومي والسياسات الداخلية في إسرائيل، رئيس الوزراء نتنياهو لن يوافق على تجميد للاستيطان 100%، وهو
وهم يعدون رزم رسمية وغير رسمية للتفاهمات سيعلن عنها ويعلن عن تجميد للاستيطان، ونأمل أن يرضي هذا الفلسطينيين وفي ظل هذه الظروف. حسين إبش، لحظة صغيرة، عفوا على المقاطعة، هل تعتقد أنت أن الرئيس أوباما إذا لم تبدأ المفاوضات بعد فترة وجيزة، على الأقل أن تبدأ المفاوضات، ليس بالضرورة أن تعطي نتائج، أن يغسل يديه الرئيس أوباما من هذا الموضوع وينتقل لمواجهة قضايا أخرى شائكة داخلية وخارجية غير الموضوع الفلسطيني؟ هذا في الواقع هو أهم سؤال طرحته علينا طوال اليوم، وهو مدى الصبر الذي تتحلى به الإدارة الأمريكية. لو نظرت على الخطاب الذي ألقته كلينتون في معهد بروكينغز وأداء الرئيس أوباما اليوم، إنهم يؤكدون على أهمية هذا الموضوع. اليوم الرئيس أوباما قال أن من الضروري جدا، هذه كلماته، من الضروري جدا بالنسبة للولايات المتحدة أن تحل هذه القضية. وأعتقد أن هناك رسالة هنا إلى كل الأطراف، خاصة رئيس الوزراء نتنياهو، وأيضا للجميع، أن الولايات المتحدة لن تنهك في حرب استنزاف. الآن من الواضح أن هناك إحباط، وأنا أستطيع أن ألخص هذا الإحباط. الموقف حاليا هو أن الإسرائيليين دائما يريدون إعادة التفاوض حول الأشياء التي اتفق عليها في الأسبوع الماضي، وهذا دفع بميتشل وآخرين إلى الجنون. أعتقد أن الولايات المتحدة تعتقد أن الفلسطينيين يريدون تجميد كامل للاستيطان، ومن الواضح أن لا أحد سيجعل نتنياهو يوافق على هذا. أعتقد أن هناك إحباط، ولكن هناك فهم أن التكلفة عالية بالنسبة لأمريكا نتيجة لعدم التحرك إلى الأمام. حسين، دعني أنتقل إلى جبريل الرجوب بالسؤال نفسه. هل يخشى جبريل الرجوب أن يغسل الرئيس أوباما يديه ويتفرغ إلى قضايا أخرى، بمعنى أن يضيع الفريق الجانب الفلسطيني فرصة أمريكية نادرة كما يقول البعض؟ يا سيدي، إذا كان الأمور تقاس بهذا الشكل، يعني قضية زي قضية الشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلي بتم التعامل معه بهذه البساطة، يعني بعتقد أنه الأمور كثير يعني مدعاة للحزن واليأس كمان. هذه قضية العالم، هذا الصراع الآن بيستنزف كل منطقة الشرق الأوسط، بيستنزف الاستقرار الإقليمي، بيستنزف الاقتصاد المنطقة، بيستنزف علاقة الأمم مع بعضها. ومن هنا يا سيد العزيز، أنا بعتقد أن أوباما بفكر في مصالح أمريكا وبفكر في مستقبل أمريكا، وجزء من مصالح أمريكا له علاقة بإنهاء هذا الصراع. ولا يمتلك الإسرائيليين حق إملاء أجندتهم العدوانية. يا أستاذ رجوب، إذا كان ذلك صحيح، إذا استمر الوضع مش حنرفع رايات بيضة. طب لحظة. إذا كان الوضع، معلش أنا طول عمرك، تفضل. إحنا مش حنرفع راي بيضة لنتنياهو. كمان إحنا شعب عظيم وشعب عندنا إمكانيات وإحنا قادرين نرد. يا رجل، الكلاب في أوروبا إلى حقوق أحسن من حقوق الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي. يا أستاذ جبريل، إحنا بدنا نظل زيك يا أخي؟ تعالوا شوفوا كيف إحنا عايشين، تعالوا شوفوا العنصرية. يا سيد سام، إذا الأمور استمرت المنطقة راح تنفجر، وإحنا مش راح نرفع رأي بيضة لنتنياهو. السلام مصلحة إسرائيلية ومصلحة فلسطينية ومصلحة عربية ومصلحة أمريكية. الإسرائيليين بدهم يقرروا، بدهم استيطان ولا بدهم أمن؟ بدهم يكونوا جزء من الشرق الأوسط ولا بدهم يظلوا إشي غريب؟ أنا جبريل رجوب، يا أبو رامي، بإنهاء الاحتلال والطريق إلى التطبيع بإقامة الدولة الفلسطينية. نعم. يا أبو رامي، أنا لم أعني الراية البيضاء، أنا كل ما أقول، وتأسيسا على ما ذكرت أنت على أهمية ومركزية الموضوع الفلسطيني، ألا يستحق ذلك معاودة التفاوض دون الشروط؟ يا سيدي، ما فيش هناك شروط. يا سيدي، في هناك استحقاقات مطلوبة من الجميع. احنا حاربنا وقاتلنا وناضلنا من اجل وقف كل ما له علاقة، وبتعرف هذا دفعنا ثمنه داخليا.
كل ما له علاقة بأن تكون اللغة اليومية بيننا وبين الإسرائيليين إلا علاقة بالدم. ومع كل ذلك العدوان الإسرائيلي علينا وعلى أرضنا وعلى شعبنا، وتعالوا شوفوا كيف احنا عايشين في الضفة الغربية، ما زال مستمر. والاستيطان هو أسوأ أشكال الإرهاب بالعالم. حسايات احنا بدنا نعطي الإدارة الأمريكية فرصة، وبدنا نعطي العالم كله فرصة، ولكن بالمحصل النهائية إذا انحشرنا في الزاوية، لا يا أخي، حيكون في عندنا ردة فعل. وأنا بقول لك المنطقة كلها راح تتفجر. ومن هنا الإسرائيليين هم اللي لازم يقرروا إيش بدهم، إيش بدهم من الفلسطينية، إيش بدهم من العرب، إيش بدهم من العالم. وأنا بعتقد بأنه بيبي وحكومة بيبي واليمين راح واليمين أجا، هاي مشكلة إسرائيل مش مشكلة الشعب الفلسطيني ولا مشكلة العالم. إسرائيل لازم تقرر شو بدها من الفلسطينيين. بدها أمن، الأمن بيجي من هالاحتلال. سوف أطرح أو أحيل هذه الأسئلة إلى السفير. سعادة السفير بريمر، هل يمكن أن ترد على الأسئلة التي طرحها جبريل رجوب إذا أمكن؟ لا أحد يتحدث عن الاستسلام، هذا ليس جزءا من النقاش، لا أحد يفكر فيه أو يؤمن فيه. يجب أن يكون هناك اتفاق بين الطرفين بحيث أن الطرفين يكون راضيان والشعبان يتمكنان من العيش بكرامة، وإلا لن يكون هناك سلام أو أمن لإسرائيل أيضا. أعتقد للإجابة على سؤالك ماذا سيحدث إذا لم يحقق الرئيس أوباما نجاحا، هل سيغسل يديه؟ هذا ليس جزءا من النظرة الأمريكية وليس جزءا من المصالح الأمريكية كما يعرفها الأمريكيون أنفسهم. السؤال إلى أي مدى سيتمكن أوباما أو يكون مستعدا للانخراط في المفاوضات. المشكلة مع الوسطاء الأمريكيين منذ عام 67 وحتى الآن هو المشكلة هي أنهم يحاولون أن يكونوا لطيفين كوسطاء ولكن لا ينخرطون إلى حد كبير. الانخراط الأمريكي الحقيقي، وأنا لا أريد أن أستعمل الاصطلاح أو اصطلاح أقوى، ولكن الانخراط الأمريكي الحقيقي يمكن أن يحقق نتائج، لأننا نحن في إسرائيل بالتأكيد نعتمد كلية على الولايات المتحدة، ولا توجد طريقة لرفض أي طلب أمريكي حقيقي ومخلص. عندما يأتي هذا الطلب في السنوات الأربع الماضية لم تكن هناك أي مطالب، كانت دائما هناك تمنيات. السؤال ليس هل سيغسل أوباما يديه، ولكن السؤال وهذا مهم، إلى أي مدى أمريكا مستعدة للانخراط ودفع الطرفين للوصول إلى حلول توافقية يمكن أن ترضي في النهاية الطرفين، الفلسطينيون، ينتهي الاحتلال وتقام الدولة الفلسطينية، ويجب أن يكون هناك تبادل للأراضي كما تم الاتفاق عليه بالفعل بين الإسرائيليين والفلسطينيين وراء الأبواب الموصدة، والفلسطينيين عليهم أن يحصلوا على أراضي متساوية مع الأراضي التي خسروها في 67، ليس 100% بالضبط ولكن تقريبا. أيضا يجب التطرق لمسألة الأمن الإسرائيلي. ابقى معي سعادة السفير، سوف أنتقل إلى استراحة أخيرة، نعود بعدها لمتابعة ساعة حرة، وسوف نتحدث عن الانقسام الفلسطيني وأثره على عملية التسوية، فابقوا معنا.
أعزائي المشاهدين، الجزء الأخير من ساعة حرة إنما قبل الانتقال إلى الانقسام الفلسطيني وأثره على عملية التسوية، أعود إلى تل أبيب مع سعادة السفير أبي بريمر. سعادة السفير، أعتذر على المقاطعة بسبب الفاصل، يمكنك أن تكمل الفكرة التي بدأتها. كنت أريد أن أنهي جملتي. قلت أنه بعد أن نتوصل إلى اتفاق حول المسائل الأساسية، وهي إقامة وتحديد الحدود النهائية، ثم إخلاء الأراضي وإنهاء المستوطنات والدولة الفلسطينية، يجب عندها أن نجد حلولاً للمشاكل التي تشغل الإسرائيليين، وهي مسائل الأمن. ونحن نعرف أن الفلسطينيين لوحدهم لن يرضوا الإسرائيليين كما كان الحال عند توقيع الاتفاق مع مصر أو اتفاقية السلام مع الأردن. يجب أن يكون هناك دعم دولي لحل المشاكل الأمنية، وهذا بالطبع سيكون الواجب الأساسي للحكومة الأمريكية، وبالتالي التدخل الأمريكي يمكن أن يكون ضروريا وحازما إذا قرر الأمريكيون أن يتدخلوا بالفعل، وهو ما لم يفعلوه حتى الآن منذ 67. أنتقل إلى جبريل الرجوب إلى رام الله مجددا. جبريل الرجوب، البعض يقول أن الانقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وغزة يمنع تسوية شاملة، ما يعني أن التسويات المطروحة هي تسويات جزئية أو على الأقل تسويات على مراحل، ما رأيك بذلك؟ يعني أولا أنا كفلسطيني أشعر بالعار من استمرار هذا الانقسام، وهذا الانقسام مؤذي للقضية الفلسطينية، ولكن نحن في مرحلة أصبح الجميع مدرك لمخاطر استمرار الانقسام على القضية الفلسطينية وعلى التسوية وعلى الإعمار في غزة وعلى الحصار وعلى مستقبلنا ومستقبل هويتنا الوطنية الفلسطينية. ومن هون الآن في هناك جهد عربي تقوده مصر، وأنا يعني آمل وأنا بصلي بالليل وبالنهار إنه ينجح هذا الجهد لإعادة الوحدة لوطننا ولشعبنا ولقضيتنا ولقيادتنا. ولكن على المستوى السياسي أنا آمل أن يكون هناك نظرة إيجابية لموقف إسماعيل هنية اللي هو ودى رسالة وقال يعني بما معناه بدنا دولة بال67، وهذه أيضا ممكن أن تؤسس لإنهاء حالة الانقسام، لأنه إحنا المشكلة الداخلية جزء من السياسة. بس أستاذ رجوب، إسماعيل هنية حركة حماس بتعمل ليل نهار في غزة، معلش بتعمل ليل نهار في غزة، يعني ما فيش صواريخ، يعني كمان فكرة المقاومة بدوا يفهموها إنه هي وسيلة مش هدف. هاي أيضا ممكن أن تؤسس إلى عملية تقارب لإنهاء الأزمة والمأزق المترتب على هذا الانقسام. طب الكلام اللي صدر عن إسماعيل هنية هو شيء معيب أولاً لكل الشعب الفلسطيني. أبو رامي، الكلام الذي صدر عن إسماعيل هنية في خطبة عيد الفطر ليس فقط لا يريد الالتزام بنتائج التسوية، إنما يتكلم كأن محمود عباس والسلطة ليس لها حق التفاوض، يعني ينزع عنهم حق التفاوض للوصول إلى تسوية تعرض لاحقا على استفتاء شعبي فلسطيني. كيف يعني البعض يقول أن هذا الكلام يدعم نتنياهو، يدعم الموقف الإسرائيلي؟ تفضل يا سيدي. هذا جزء من المناكفات السياسية الداخلية، واللي هي برأيي لا يستفيد منها إلا نتنياهو وحكومته. وأنا كنت أتمنى أنه السيد إسماعيل هنية فعلا يقول هاي الأخ أبو مازن إحنا هو قائدنا وزعيمنا وموضوع الدولة الفلسطينية هو خط أحمر، ولكن هاي ثقافة الحركات الأصولية في كل المنطقة. شرعية أبو مازن ليست بحاجة إلى تأييد لا إسماعيل هنية ولا غير إسماعيل هنية. الأخ أبو مازن عنده شرعية نضالية، قائد تاريخي بفتح، وهو رئيس المنظمة اللي معترف فيها إقليميا ودوليا، ممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، وهو رئيس السلطة المنتخب. وما بيننا وبين الإخوة في حماس يتفضلوا على انتخابات
واذا يا اخي بيعملوا موازين قوه لداخل لصالحهم داخليه احنا حنأدي لهم التحيه. ابو مازن ليست بحاجه الى اذن ولا الى تفويض من اي فصيل فلسطيني خارج نص اقراره بالمنظمه بوصفها هي قناه للعالم. ولكن اخواننا في حماس يعني بعدهم بتعرف بدهم يحرضوا ضدنا، بدهم ما عندهم الا هالموضوع. سوف ارجع، سوف اعود اليك. ليش يعني هو السيد اسماعيل هندي ايش شرعيته اسماعيل؟ طيب سوف اعود اليك جبريل راجوب. حسين ابش من واشنطن، ماذا تعتقد ان الخطوات المقبله التي سوف تتخذها حركه حماس نتيجه للقاء الثلاثي الذي عقد اليوم في نيويورك؟ I don't know لا أعرف ما هو المتوفر لديهم. يبدو أنهم وضعوا أنفسهم، خاصة مبادرة أوباما وضعتهم في موقف صعب. وتستطيع أن ترى سياسيا في غزة وفي المجتمع الفلسطيني أنهم عانوا بالفعل من سلسلة من المواقف الدبلوماسية والسياسية التي التزموا بها من قبل الانتخابات البرلمانية عام 2006، ولا يزال يتمسكون بها حتى الآن. وطالما أن هناك توتر وعنف وغياب للمفاوضات، ربما هذا هو الموقف الذي يمكن أن يفيد سياسيا. ولكن في موقف الرئيس الأمريكي يمد فيه يده وهناك مفاوضات وحديث عن تجميد الاستيطان وهناك حراك، هناك تناقض بين جودة الحياة في كل ناحية في الضفة الغربية حيث السلطة الفلسطينية مسؤولة وغزة حيث حماس هي المسؤولة. كل هذا أو أنا أرى عودة إلى هذا النوع من الحملات الاجتماعية والعودة للحجاب كعلامة يأس. من الصعب بالنسبة لهم أن يحققوا أي شيء الآن. لا أعتقد أن لديهم نفوذ كبير الآن، ممكن أن ينبذوا كل شيء بلغة غاضبة أو يحاولوا أن يعدلوا موقفهم قليلا بدون أن يكونوا غامضين. هذا عمل الاثنين لا ينجح. طالما أن العملية تتحرك إلى الأمام، أعتقد أن الرئيس أن السيد رجوب على حق عندما قال أن المنظمة تمثل الفلسطينيين. كل وثيقة فلسطينية وعربية ودولية تقول هذا. حسين أبش، أنتقل إلى تل أبيب مع السفير أبي بريمر. سعادة السفير، هل تخشى من ردة فعل لحركة حماس جراء ما يجري؟ وثانيا، البعض يقول أن هل تنخرط الولايات المتحدة بحوار مع حماس على ودون شروط، على غرار ما سوف تقوم به مع إيران في إطار المفاوضات التي سوف تبدأ بداية الشهر القادم 5+1؟ يعني هل هناك خشية إسرائيلية من ذلك؟ أولا دعني أقول أعتقد أن حماس لديها نفوذ وتأثير، ليس كثيرا ولكن لديها تأثير، ويمكن أن تعطل المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين لأن لديها نفوذ على جزء أساسي من الرأي العام في فلسطين وليس فقط في غزة. أعتقد أن علينا أن نقبل حقيقة أن حماس موجودة وسوف تبقى موجودة. لا يمكن أن نزيل حماس من غزة. طب هل تخشى الحكومة الفلسطينية في لم يعد لدي متسع من الوقت على السفير، هل تخشى من حوار أمريكي معها؟ باختصار إذا أمكن. الموقف الرسمي لإسرائيل يعارض حماس كلية، وأنا شخصيا لا أعتقد ذلك. طيب أنتقل إلى جبريل رجوب. أبو رامي، نفس السؤال، يعني هل تتوقع أن تنخرط الولايات المتحدة بحوار مع حماس؟ معي أقل من دقيقة أبو رامي. نحن لسنا ضد أي حوار، نحن لسنا ضد أي حوار مع حماس من جانب أمريكا وغير أمريكا. إحنا بدنا حماس تكون لاعب أساسي في الساحة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. إحنا بنشجع وبنحبذ أي حوار يقودنا إلى طاولة
يكون فيها وحدة الخطاب السياسي النضالي الفلسطيني. شكرا جبريل. في عليه إجماع من أقصى اليمين. شكرا جبريل الرجوب بما في ذلك حماس. شكرا جبريل الرجوب سعادة السفير أفي برامر الدكتور حسين أبش. أعزائي المشاهدين شكرا على متابعتكم هذه الحلقة من ساعة حرة، على أمل أن نلتقي معكم في حلقات قادمة. تصبحون على ألف خير.